نبدأ جولتنا بأفخم المنتجات اللي وفرناها لكم، أطباق خشبية بثيم الماربل اللي كلنا بنحبه بحجم جدا رائع، حجم يعتبر كبير تقريبا 30×30 ما بين شكل الدائري أو هذا الشكل الرهيب. شوفوا معي الأطراف، راح تجيكم دراجة أو الشكل هذا المعتاد لأغراض متعددة ما راح تتقيدي فيه، تقدمي فيها ضيافتك، تعملي فيها هدية أو للمبخرة للعطور، حطيها على الطاولة للفازة للشمعة، بيطلع شكلها بكل الحالات جميلة، وكل شكل متوفر منه 4 أو 3 ألوان وبقيمة واحدة. إيش رأيكم فيها؟ عالطبيعة أجمل وأجمل. بيحبوا يطقموا ولا يفوتكم الكوليكشن الخشبي، خانة وأكثر من خانة مرة حلوة، تقدموا فيها وجبة الفطور، النواشف، العشاء، أو حتى تقدموا فيها ضيافتكم أنت واختيارك وإبداعك. خذيها مع أطباق التقديم وأبدعي فيها وشاركيني إبداعاتك. الأشكال أكثر من 10 أشكال. شوفوا الجمال كله، اللي يعجبني انه المنتج واحد والافكار متعددة ما راح تتقيدي فيه، ممكن للفواكه للخضار، لتقديم بعض انواع المعجنات على طاولة الطعام، او حتى تنظمي فيها المناشف عند دورة المياه وانت بكرامة. افكار وافكار ولكم حرية الاختيار ما بين الشكل الدائري بـ3 الوان مختلفة او حتى الشكل المربع. ايش رايكم فيها؟ رهيبة مرة حلوة. الكبير وصل يا رجال. والعالم المتكامل ما يخلي شيء في خاطركم، الأكواب الهبة، الأكواب الترند الدارجة في الفترة هذه وفرناها لكم وبأكثر من 10 ألوان، والمرة هذه بالحجم الكبير مرة حلوة للكابتشينو، حلوة لللاتيه أو حتى للشاي اللي بيحبوا يمخمخوا على القهوة لتفوتكم، واللي عندهم كافيهات وينكم عن هذا الجمال، تحفة فنية. شوفوا معايا بجد هنا الحيرة الحلوة، احترت اخذ ايش واخلي ايش. شوفوا معايا مقارنة بين الحجمين، هذا الحجم القديم حلو للقهوة التركية، حلو للفرنش كوفي، والحجم الكبير مرة حلو. وبكذا اكتمل طقمك الجميل، الاطباق الميني، فناجين القهوة العربية، اكواب التركيش كوفي، البلاك كوفي، او حتى الفرنش كوفي، والاكواب الكبيرة الرهيبة هذه. تعالي خدي الطقم كامل متكامل والقيمة لا تشيلي همها. طيب ده ولا ده ولا يمكن ده، انا شايفه ده احلى، ولا ده ولا يمكن ده. عالم الاكواب عودنا يوميا باجمل المنتجات، المره هذه الدلع لاطفالكم وفرنا لهم الاكواب الكبيره مع الغطاء والملعقه ما بين اللون الليموني او اللون الاورنج، اشكال مره لطيفه، يا ترى راح تاخذوا لهم اي لون؟ وداعا للمعاناه كل اللي كانوا بيعانوا من تنظيف الاماكن الضيقه، جبنا لكم الحل وبعبوه توفيريه، فرشه التنظيف الرهيبه هذه ما راح تاخذوا القطعه، راح تاخذوا المغلف كامل 3 قطع بقيمه واحده. راح اشارككم فيديو توضيحي للمنتج هذا. والتوفير والجودة العالية شعارنا، كل ما تحتاجوه للتنظيف، أشكال غريبة عجيبة، عبوات توفيرية، جميع أنواع الفرش للتنظيف وفرناها لكم. والأحلى من هذا كله شوفوا معايا، ما راح تاخذوا القطعة، راح تاخذوها مغلفات توفيرية بمختلف أشكالها وبقيمة واحدة يا بلاش. بجد ما في توفير أكثر من كذا، المغلف فيه 3 أو 4 قطع كل ما تحتاجوه أكثر. والتوفير والجودة العالية شعارنا، كل ما تحتاجوه للتنظيف، أشكال غريبة عجيبة، عبوات توفيرية، جميع أنواع الفرش للتنظيف وفرناها لكم. والأحلى من هذا كله شوفوا معايا، ما راح تاخذوا القطعة، راح تاخذوها مغلفات توفيرية بمختلف أشكالها وبقيمة واحدة يا بلاش. بجد ما في توفير أكثر من كذا، المغلف فيه 3 أو 4 قطع كل ما تحتاجوه أكثر، لأننا بنحب راحتكم وفرنا لكم أحلى المنتجات اللي حبيتوها. الفرشة العجيبة هذه طبعا، هذه كيف بتعبوها بالمنظف وتنظفوا فيها أغراض مرة كثير، الأواني، الأرضيات، الأفران، المفارش وأكثر من هذا. راح أشارككم فيديو توضيحي للفرشة العجيبة هذه. ويا هلا يا هلا بالمنظمات اللي يحبها قلبكم، من أكثر الأشكال طلبا ومبيعا هذا النوع من المنظمات، طبعا يباع بالقطعة، تقدروا تركبوه قطعة وقطعتين وثلاثة وعشرة قطع، لكم حرية الاختيار، مرة حلو في المطبخ، دورة المياه وانتم بكرامة، للخضار، للفواكه، أدوات العناية، انت حرة، أغراض مرة كثير، وراح تاخذوه ما بين اللون الأبيض أو اللون البيج أو اللون الأخضر والبني.
البخاخات والمرشات هذه وفرناها لكم بجميع احجامها. الكبير راح تاخذ القطعه، الاقل من الكبير ما بين قطعتين او الثلاثه قطع بمختلف الوانها. بتعاني من كركبة دورة المياه وانت بكرامة، بتعاني من كركبة المنظفات في المطبخ، من بعد اليوم لا تشيلي هم ولا تحتاري. عالمكم المتكامل وفر لكم الرف بعلاقات 2 في 1 بتثبتوه على الجدار بكل اريحية. شوفوا معي رح يجيكم بهذا الشكل وراح ينظمها لكم بكل شكل جميل. عندنا هذا اللون، اللون الفضي. وانتم مع شركة الجمال طلباتكم دائما وابدا اوامر. المنظم المعدني للاكواب وفرنا لكم من جديد، راح يجيكم ب 12 علاقة بهذا الشكل. حلو في الكوفي كورنر، حلو في المطبخ، حلو على طاولة التقديم تحطوا عليها اكواب القهوة، بكل الحالات رهيب معنى الكلمة. ايش رايكم فيه؟ وتجديد بيتك اجمل وباقل قيمه مع المنتجات اللي نوفرها لكم. انتوا عارفين هذا ايه؟ تجليد للديكور باكثر من شكل، ما بين الماربل الفخم وما بين الاشكال الثانيه. شوفوا معي تعدد الاشكال، مره حلو على الجدران او حتى على الارضيات، في غرفه الضيوف، غرفه المعيشه، في غرفه الطعام، واكثر من هذا حتى المطابخ دوره المياه وانتوا بكرامه. غرف الاطفال شوفوا معي تعدد الاشكال، مره حلوه والوانها متعدده تليق على ديكورك وعلى اثاثك. وراح تاخذوا الرول بهذا الشكل وبقيمه واحده، انت بامكانك تركبيه بحالك بكل اريحيه. جماعة لما نقول العالم المتكامل يعني ودع كل المعاناة. عارفين هذه القطعة الايه؟ بتثبتوها ورا الابواب لعدم ارتطام الباب بالجدار، لعدم تخدش البوية، لعدم تخدش الجدار. منتج جدا رائع وراح تدعوا لي بعد، متأكدة راح اشارككم بتوضيح للمنتج، متوفر باكثر من حجم. واللي حابين يغيروا ويجددوا في بيوتهم، حابين يضربوا بويا، وفرنا لكم القطع اللي بتحتاجوها. اطلقوا العنان للفنان اللي بداخلكم وتبدعوا بالبويا، وتعالوا خذوا المنتجات من عندنا. ويعين عليك يا شركة الجمال، بتدلي عملائك بأحلى المنتجات، أحذية رجالية بهذا الشكل العملي، مرة حلوة وخفيفة ومريحة. ياليتكم تشوفوا معايا قد إيش الخامة تاخذ العقل. راح تاخدوها ب 11.5 ريال كم للضريبة، دلع من الآخر، إلحقوا على الكمية. ومن رف مراكن الورد او النبات مبدعين لكم كالعادة باجمل الاشكال. المرة هذه وفرنا لكم شكل جديد، شكل غير معتاد، اول مرة اشوفه. شوفوا معاي المركن كأنه عش، شكل غير تقليدي، والوان الورد تاخذ العقل. شوفوا معايا جمال الالوان، راح تاخذوها بقيمه واحده، اضافه حلوه في الغرف، في المداخل، اضافه حلوه على المطبخ، راح تضيف له الجمال، او على المكاتب، على الطاولات، لكم حرية الاختيار. وإيش رأيكم في الشكل الثاني؟ جمال المركن يتحدث. اللي حبيته فيها طريقة الأحجار فيها مرة روعة، متوفرة بأكثر من لون، ويختلف النبات ما بين اللون الأخضر وما بين الورود الملونة، لكم حرية الاختيار، تحفة فنية. والورود اللي حبيتوها وفرناها لكم بشكلها الجميل ما بين لون الأوف وايت أو الأورنج أو اللون الوردي الفاتح الرايق، إضافة حلوة لبيتك. والمهتمين بالديكور، المهتمين بالتغليف، لا يفوتكم الجمال هذا. الباقة راح تاخدوها بقيمة واحدة.